مساء الخير. طبعا انت وين رد من دوام؟ ويعني قلت ابطل الميل بوكس اشوف ايش عندي ايش ما عندي. وصل لي هذا اخوي مره ثانيه. اذا بغينا نسولف على شيء تاكد ان ما حد يسمعنا. ها لان يعني شرب اخوي. يلا معاكم طلال سام. وصلنا الحلقة الثالثة من سلسلة خفايا. موضوع حلقة اليوم يتكلم عن دين اسمه الساينتولوجية أو بالإنجليزي ساينتولوجي. ساينتولوجي. For the Church of Scientology. يمكن في ناس مر عليهم هالاسم بس أعتقد إن الأغلب ما يعرفون شنو هالدين هذا. هذا اللي راح أتكلم عنه اليوم. أول شيء خل أعطيكم تعريف بسيط حق الساينتولوجي. الساينتولوجي دين تأسس عام 1952 في شهر مايو. يعني الدين تأسس قبل 67 سنة بالضبط. باختصار هالدين هذا كله الهدف منه المعرفة الذاتية. يعطونك دروس، تحضر دروس، تتعلم وتتمرن انك شلون تعرف نفسك، شلون تعرف الحياة، تعرف علوم الحياة. يعني من هالناحية شيء روحاني. ما يؤمنون بإله معين. الدين هذا تأسس على يد ال رون هابرد. هذا شخص انولد عام 1911 وكان من عائلة غنية. قبل لا يأسس الدين دخل الجيش ولكن سبب مشاكل وايد بالجيش. سوى مشكلة أولى، نزلوه من مكانته إلى مكانة أقل، ولكن حتى لما نزل سوى مشكلة ثانية. كان يقود سفينة حربية وراح منطقة من ضمن المكسيك، والحبيب عباله هذه المنطقة تبع أمريكا، ودش المنطقة وقعد يتدرب بالأسلحة. فالمكسيك عصبوا واشتكوا لأمريكا وعرفوا على هالموضوع، فقالوا إن هذا الشخص ما ينفع يكون بالجيش. المهم طلع من الجيش وبلش يكتب قصص وروايات خيالية، يعني يكتب عن الالينز ومركبات فضائية وأشياء نفس كذي. بعدين غير توجهه، قام يكتب كتب السلف هلب، كتب معرفة الذات والثقة بالنفس، هالكتب هذيلة. وهو يعتقد أن هذيلة الكتب اللي يكتبهم يعالجون الأمراض النفسية. فأخذ الكتب ملوته وداها حق المستشفيات وقال لهم هذه الكتب لازم تكون علاج لأي مريض نفسي. يقراها وراح يتشافى، لكن المستشفيات والطب صار فيهم هذا شفيه. هذا شفيه؟ لا يكون يتعاطى شيء ولا غيره؟ فقالوا له لا لا أخوي ما ينفع، الكتب مستحيل تكون علاج، اللي بيتعالج لازم يأخذ أدوية ويتعالج. فتنرفز شوي وغير الكتب وخلاها عقائد دينية. وبعد ما قرر أنه يخلي هالكتب هذه العقائد دينية أسس الساينتولوجي. مثل ما قلت قبل شوي، الدين هذا كنا جامعة تدخل وتأخذ دروس وتدفع فلوس على الدروس. يعني اللي يدخل الدين يدفع حق الكنيسة أو The Church of Scientology، يدفع لهم فلوس عشان يظل بالدين وعشان يظل ياخذ دروس. يعني ياخذون منك فلوس عشان تظل مؤمن بالدين. من أسس هذا الدين إن هم يؤمنون بشيء اسمه reincarnation. شنو هو reincarnation؟ reincarnation هو لما أنت تموت روحك ما تختفي بس تنولد من يد جديد بجسم ثاني. يعني روحك تسكن جسد جديد ينولد مرة ثانية للحياة. قانون من قوانين الكنيسة الساينتولوجية ان انت توقع عقد معاهم لمدة مليار سنة، عشان هم ببالهم ان انت كل ما تموت بتطلع بجسد جديد، فلما تطلع بجسد جديد تكون انت ستيل وتظل معاهم بالدين. عرفتوا تفكيرهم؟ والمؤمنين بهالدين يعتقدون ان قبل 75 مليون سنة كان في كوكب غير الارض مشابه للأرض وتكنولوجيا الأرض في فترة الخمسينات. يعني قبل 75 مليون سنة بهالكوكب كان في سيايير ومصانع نفس اللي كانت موجودة كوكبنا اللي هو الأرض في الخمسينات. وبهالكوكب هذاك في شخص اللي هو كان اللورد أو الإله مالهم اسمه زينو. قبل لا يشيلونه من مكانته، ما أدري يمكن كانوا بيبدلونه بواحد ثاني، هو جمد كل اللي موجودين في الكوكب هذا وحطهم بصناديق. حطهم بهالصناديق هذيلة ووداهم حق كوكب اسمه تيجياك، وهالكوكب هذا هو الأرض. وبعد ما قطوا هالصناديق فجروها فطلع منهم مخلوقات اسمهم الثيدنز. هذيل الثيدنز للحين موجودين، هذا على حسب اعتقادهم، وان كل مولود جديد ينولد هذيل الثيدنز يتجمعون حوله وهم اساس المنتل هيلث، يعني هم اساس الامراض النفسيه. هذا كان تعريف بسيط للدين. الحين بقول لكم حقائق وقوانين موجودة بالدين ممكن تصدمكم شوي. في قانون بالدين يحرضك ان انت تقاطع اهلك اذا ما كانوا معاك في الساينتولوجي. يعني اذا اهلك مو مؤمنين بنفس الدين مالك لازم تقاطعهم، امك ابوك مرتك عيالك كلهم تقاطعهم وتصير بروحك. واذا طاحوا عليك تكلم احد من اهلك اللي مو مؤمن بهالدين راح يعاقبونك. والشخص اللي مؤمن بهالدين وحس انه خلاص ما عاد يؤمن بهالدين وده يطلع، مستحيل يطلعونه بسهولة، لازم يصير فيه برين واش. يغسلون مخه، يقولون لا خليك معانا وكذي. هم دائما هذه استراتيجيتهم انهم يغسلون مخ البشر بحكي بصفصف بكلام حلو بكم عرض مني منك.
يعني يقنعونه. فصعب الشخص يطلع من هالدين هذا. عندهم قانون اسمه attack the attackers، يعني أي شخص ينتقد الدين مالهم أو يهاجمهم من حقهم إنه يهاجمونه. عندهم قاعدة إذا شفت أحد غلط على الساينتولوجي تروح تغلط عليه وتأخذ حقك. ما أدري شلون تأخذ حقك، تذبحه ولا تطقه ولا تهاوش معه لفظيا، ما أدري شلون بالضبط، لكن عندهم قانون كذي. الساينتولوجي ما يؤمنون بعلاج الأمراض النفسية. أنت إذا كنت شخص مكتئب أو مثلا عندك مشكلة في النوم أو أي مشكلة نفسية، تأخذ حبوب ممكن تساعدك. هم يمنعون هالحبوب منعا باتا، يؤمنون بأن العلاج روحاني، يعني هم يبونك أنت بس تؤمن بأن أنت راح تصير بخير بدون أي علاج. وكنيسة الساينتولوجي شو يسوون؟ يأخذون أطفال المؤمنين بالساينتولوجي. يعني إذا في شخص كبير مؤمن بالساينتولوجي وعنده ولد صغير أو بنت صغيرة، يأخذون الأطفال ويعلمونهم ويدربونهم على الدين. تخيلوا شنو يستخدمون الأطفال؟ يستخدمون الأطفال كمتجسسين على الأهل، يخلون الأهل يتجسسون على أهلهم، يخلونهم يشوفون هل أهلهم قاعد يتعدون قوانين الساينتولوجي، هل قاعد يسوون شيء يمين يسار عشان الأهل يروحون يبلغون على أهلهم. تخيلوا أنتوا بس الدين والكنيسة والكل يحاول يسكت الأعضاء اللي داخلهم يتكلمون، يعني ما يخلون أحد يتكلم عن الدين، يخافون لأن يدرون أن الناس ما راح تتقبل الفكرة. لأن صراحة رأيي أنا، رأيي الشخصي، أن الدين هذا مو دين، غسيل مخ، سجن للإنسان، ما في حرية، كلش ما في حرية. الساينتولوجي عندهم قانون أنه ممنوع تكون إنسان سلبي، ما يصير تتحلطم، ما يصير تتشكى، لازم دائما تكون مبتسم ومستانس. هو شيء زين بس في ليمت، يعني الواحد لازم يعبر عن مشاعره، اذا زعلان لازم يزعل، اذا متضايق من شيء لازم يتحلطم عادي. اذا شافوك تتحلطم او شافوك بديت تصير سلبي، ياخذونك لمكان لاعاده تاهيل، اللي هو يدخلونك وتقعد هناك شهر ما في تليفون ما في ولا شيء، يقعدون معاك يخلونك غصب تحب نفسك. فالدين شوي اوفر يعني. هذه كانت حقائق ممكن تعطيكم فكره اكثر عن الدين هذا. الشيء اللي اشهر الدين وخلاه ملفت للنظر هو دخول بعض المشاهير للدين، منهم دكتور خلود وأمين وشهاب. الله يلعن. لا لا استهبل. بعض المشاهير اللي أنا أعرفهم هما توم كروز، جون ترافولتا، نانسي كارترايت، وليا رمني. بس ليا رمني طلعت من الدين بشهر 7 2013، ولما طلعت سوت تي في شو تتكلم عن الدين وتفضحهم، وليه الحين تطلع بلقاءات وتتكلم عن الدين وإن شلون هذا الدين سجن للبشر. ليا ما كانت كبيرة لما دخلت الدين، هي كانت تقريبا مجبورة أنها تدخل الدين. ليش؟ هي أول ما انولدت كانت مسيحية، لكن لما صار عمرها 9 سنين أمها دخلت الساينتولوجي. فلما أمها دخلت الساينتولوجي ليا كبرت وتربت على هالدين هذا، لكن لما كبرت صار عمرها 43 سنة طلعت من الدين وفضحت وايد ناس، منهم توم كروز ومنهم ديفيد، ما ادري شلون اقول اسمه الاخير. ديفيد هذا تولى حكم الدين او مسك الدين، صار الليدر بعد ما توفى إلرون هابرد اللي اسس الدين. فضحته بان مرت ديفيد ما شافوها الناس برا البيت من 2007، تخيلوا. فوين راحت؟ شنو صار عليها؟ نسيت اذكر نقطة مهمة في شيء بهالدين، في قسم اسمه سي اورجنايزيشن، هذه سفينة فيها وايد موظفين، وما حد يدخل هالسفينة إلا اللي صدق مؤمن بهالدين وصدق وده يكون معاهم للأبد. وهذه الأشخاص هم اللي يعطونهم ويوقعون معاهم عقد لمدة 1 مليار سنة، اللي يشتغلون بالسي أورجنايزيشن. ويقال إن السي أورجنايزيشن سواها المؤسس الدين عشان ينحاش من القانون، عشان يعني مثلاً يقعد بالسفينة ويفتر حوالين البحر عشان لا حد يصيده. وليه فضحت وايد أشياء، يعني تخيلوا مؤسس الدين كذب، كان يقول لهم إن أنا قبل كنت بالجيش وان انا كنت قوي هناك والكل يحبني، وهو كذاب، اطردوه من كذا ما هو غبي. لو ايش يقول لهم؟ يقول لهم انا انجرحت مره بالحرب وعالجت نفسي بس بالتفكير، يعني قاعد يفكر وتعالج. وهذه له او ماي جاد ودشوا الدين. ما ابي اطنز عليهم، اخاف يوم من الايام انا اصير غبي نفسه ما ادخل. فبس يعني كتبت بالانترنت، حاولت ادور اي شيء يرمز لوجود الساينتولوجي في عالمنا العربي، لكن نادرا ما تشوف احد في الساينتولوجي بعالمنا العربي. لكن لقيت قصة واحدة صارت بتاريخ 24 ديسمبر 2001. بهالتاريخ هذا تم القبض على شخصين اعتنقوا الدين الساينتولوجي. الشخصين هذيل واحد منهم اسمه محمد وكان عمره 28 سنة، أصله إسرائيلي يرجع إلى فلسطين وكان عايش بمصر. والشخص الثاني هي زوجته اسمها وفاء، وكتب الدين الساينتولوجي ترجموها إلى تقريبا كل اللغات. المصريين هذيل شلون عرفوا الكتاب؟ كانوا قاعد يبيعون الكتاب في إحدى المكاتب في مصر وترجموها الى اللغه العربيه، لكن طبعا صادوهم وراحوا فيها. الحين راح اقول لكم عن موقف صار معاي مني بامريكا مع هالكنيسه، ومن بعدها عرفت الكنيسه. بس راح اقول لكم القصه مع رفيجي فيصل لانه هو كان معاي لما صار معاي الموقف. مثل ما وعدتكم يا جماعه، كان هو صديقي رفيجي فيصل. وعدتكم؟ اي لا، فيصل الغزالي. ب 2017 انا والحبيب كان صار لنا تقريبا سنة بامريكا، كنا قاعد نتمشى بداون تاون رايحين حق سوق السبت. كان يقول لنا اثنين
يسولفون معنا. هذول الاثنين طلعوا تبع الساينتولوجي. طبعا احنا مثلنا سكتش بسيط سخيف. شوفوا شلون صار الموقف. Hello, fellas. Hi. I like your jacket. Oh, thank you. So, what are you up to, guys? Nothing. Just walking to downtown. Just going downtown? Yeah. This seems fun. Can I join? So, what do you do in your free time? I play video games. Oh, you play video games. What kind of games? I play Call of Duty. You play Call of Duty? Me too, man. Oh, you do? Nice. What language were you speaking? We speak Arabic. Arabic? That's cool, man. That's cool. You speak Arabic? Okay, so I have this personality test that you're really gonna like. It's just gonna be around the corner. So would you mind joining? Okay, yes. Yeah, yeah, come on, let's go. Come on. Say that. قال لنا الحبيب وسألنا وقاعد ما شلون ما ادري شلون فتح المواضيع معانا بس فتح الموضوع وقاعد يسولف انتوا عرب وقال لنا سولف عربي شويه قطع السلام عليكم قال السلام عليكم هاري انا ما شلون بعدين حتى لما قلت له نلعب سوني قال لي اوه حتى انا كنت العب سوني وما شلون ترى عزم كذابين ادري احس انا العب سوني وهو شيء قاعد ادري عشان يستدرجوننا وضبطت بعد ما سولف معانا قال لنا عندنا تيست بس بيرسوناليتي تيست رحنا وقاعد واحنا رايحين يسولف معانا ويضحك وما شنو وهو رفيجه لابسين نفس اللبس بالضبط وفي مني لوجو مال الساينتولوجي احنا ما ندري ايش السالفه بس قاعدين نمشي دشينا في ريسبشن وقعدونا على اليسار ننطر الامتحان اخر شيء عملنا البيرسوناليتي تيست 18000 صفحه مجلد 200 سؤال ليش؟ لا و اختياري بايدك تكتب المهم قعدنا قاعد جاوبت كم سؤال من صدقي بعدين كان طالع غزال قلت له تكفى خلنا نألف ما راح نخلص 200 سؤال سكروا المكان خلصنا اعطيناهم اياه فقال لنا نطروا نتائج اذكر اعطيناه كنا بنمشي نزلنا يوم ايميل اي قالوا نطروا نتائجكم نطرنا نفس الكلاب واحنا ناطرين قاعدين نتمشى من المكان فانا طليت شي مكان باب بطل ولا شفتي كراسي وقدامه شعار كبير عليه حرف الاس انا صار فيني شنو لكن بيذبحونا هذيل ولا نظامهم اللي هو هيس شنو هذا؟ يعني السحر فاخترعت بس هم ما لاحظت يعني على كل هذا الحين ما لاحظت صدق غبي طلعوا نتائج الاختبارات ودخلونا نفس كشك كل واحد يقعد مع واحد ويسألنا إنه نتائج أنا شايف نتيجة إن أنت بسنة من السنين كنت حيل حزين المهم بعدين حنتشا وخلصنا الحين يبونا نشتري كتب مالت التبن الرون هابرد لا خافيز جنوني مالت الحبيب الرون هابرد احنا طولنا تخيلوا الامتحان يمكن خذ منا ساعة بعدين قعدنا نسولف معاهم يمكن ساعة بعدين انا دشيت الفيلم شفته يمكن ربع ساعة وهذا فوق ساعة يمكن قعدنا ربع ساعات هذه استراتيجيتهم ان يجونك ويستغلونك ويلعبون مشاعرك يعني لازم تكون انسان قليل ادب يعني لازم تقل ادبك بعدين طلعنا رحنا تحت لازم نشتري كتاب يا جماعة ما نبي نشتري كتاب لا لازم هذا يقول لهم I only read Arabic عندنا كتاب اي كان يبي بالعربي صبيه اي عندنا كتاب بالعربي ما عليك ابي كتاب بس صفحه واحده اي في غصب حنشوها طبعا كان نشتري بالنهايه وكان غالي عتان قرينا والله انترستينج يعني مو انترستينج اخ شيء اي لك مغسول مخي المهم كم كان غالي شوي توقع بالعشرينات اي غالي اي على كتاب ما نبي ست دنانير لو طالب فيهم مطعم احسن ويا جماعة رفيجنا عبد الله الرجيب أمس والله العظيم ما قاعد أستحبل أمس والله العظيم ما قاعد أستحبل صور سناب ومبطل الميل ماله شنو واصل له؟ وصل لي هذا أخوي كتاب ساينتولوجي وإحنا كنا قاعد نسولف هني عن ساينتولوجي بعدها بيومين ولا الكتاب واصل اللي يدرس برا دير بالكم من الأشكال إذا شفتوا علامة عليها أس ما شنو هذه لا تروحون هم يستدرجونكم يقصون عليكم يقولون لكم حكي مصفصف يصير فيكم الله وتروحون ناس الاغبياء وبعد فيهم اربع ساعات من الظلام وبس شكرا مشاركتك اللي ما توقع فادتهم
بالنهاية أنا حاب أقول إن أنا أحترم كل المعتقدات والأفكار والأديان. أنتوا شنو رأيكم بالموضوع؟ هل تعتقدون إن إحنا لازم نحترمهم لأن هذا شيء هم مؤمنين فيه؟ أبيكم تكتبون رأيكم بالتعليقات، وتكتبون لي بعد إذا كنتوا تعرفون عن الدين قبل أنا أتكلم عنه. بشوف هالمواضيع سلسلة خفايا صج جديدة ولا سامعينها من قبل. لا تنسون اللايك واشتركوا بقناتي. إن شاء الله حبيتوا الحلقة، نشوفكم في الحلقة الجاية. This is the point of خفايا.